صباح النور، صباح الفل، شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. وبوسة كبيرة للناس كل اللي قاعدين تسألوا فيها على احوالي واحوال بنتي. الحمد لله لاباس، اني حسيت روحي اليوم في فورمة هيك، ومش كما كنت بصراحة. اليوم حسيت روحي متفرهدة شوية. حبيت نتشجع معاكم اليوم، خاطر في الوقت الحاضر وحدي في الدار، كان لاهي بيه راجلي، خاطر ما لاهي ولدي الصغير مريض ومسيكن برودة كبيرة، وماما طبيب وطبيب، وكل ليلة في الجمعة بالسخانة. نحكي لكم مش عندي جمعة فوق الجمعة هيك، تو حاسة لو ما قعدت بيه في الدار باش ما يعديش أخته. واني بحذا يا ولدي، خاطر الولدي الكبير يعني معايا، خاطر يقرأ. أما كل هي بينا راجلي بيخليهولي بيبي في كل شيء في الدار، في مع بنتي حصير مش مخليني بكل. أما اليوم رجع يخدم، معاش نجم يقعد أكثر من هيك. دونك كلمت ما قلت لها يجاني، قلت لتو خلينا نشجع بيكم يعني شوية، نحاول ندو نعمل دورة في الدار. أنا من نوعية ما نجمش نقعد، ما نجمش حبلة نفس مريضة مستبردة، اللي الحالات الكل نقوم على ساقية ونحب نحرك في الدار، خاطر كان قعدت ما عادش نجم نتحرك، نقعد بالبرشا ما عادش نجم نتحرك. اليوم الروتين بتاع اليوم اني الاكثر حابة نخلط البسيسة وقلها نعمل الزرير، هكا ليش حبيت نصور معاكم اللي قمت الاكثر باش نعمل الزرير، خاطر هو يشد ليد باش نرحل باكية وباش نطيب وكل شيء. والبسيسة حاضر جوست كتخليط بسيسة وكهو. وقبل كل شيء نمشي ساعة نحضر التزانة بتاعي، تعرفوا النافس دي لا قهوي ما عادش توا، لا قاعدة متاع قهوي، لا لكشة متاع قهوي، توا لكشة بالتزانة والسسمة هي الترونجية كهوة نشربها، ما نعمل حتى شيء آخر. باش نعمل لك زرارة خفيف كل يعني البسبيزة كاي البنتي، خاطي بي راح حسيتها مرة تقلقة شوية في الليل، ما حبيش ترقد بسياسة ديما ترقد، وكما تعرفوا في العمر هذايا ديما البيبي يبدا راقد جوست تاخر رضعة وترجع ترقد. ما نعرفش حسيت البارح تقلقت شوية تبكي كل ما كنتش بالجديد، جاتو انا ملي من 8 لتو راقدة ما فزتش، خاطر في الليل ما رقدتش بالجديد. باش نحط توا ترونجيتي وخد شفايا طول النهار، ما نحطش الخيقة حلبة كل شيء يزي ترونجية كهو. بنتي زادة البسبيس هاي نحو 7 والمية برشا المحلة. بالنسبة لبنتي حطيت لها شوية بسباس، حطيت لها شوية رند وريقة نعناع، وهكا واحدة ولا اثنين بتاع حلبة، هذوما اللي نعملهم اني مسانسة صغار. يقولوا لي كان فما حاجات اخرين احسن من الحاجات اللي حطيتهم اني، يقولوا لي نولي نعملهم لها، خاطر حسيتها وليت تقلق شوية من الغاز، وهذه لوازم ركشتي قداش تبدلت الحصيلة. نمشي نقعد وبعد نمشي ونعمل زرير مع بعضنا ان شاء الله. نحضر في الزرير، عندي كيلو دجاجلين، اما باش نعمل منه رطل، يعني مش باش نعملو الكيلو الكل، ما تصاوبش نعمل رطل باش نخلي للبسيسه. انا عندي اخرى ظهرلي، عندي اخرى جميلتين اخر، باش نقسمها الكميه دي بين البسيسه وبين ال هذوما يعملوا زوز كيلو. هنيا ضايا لوز
هي بفليوة، والله ما نعرف قصتهم توا جاو 400 جرام، هذه معناها 400 جرام بفليوة، 400 جرام جوز. وعندي نقل اللوز شريته زادا في بالي للبسيسة، هي بندق للتزيين. باش نعمل يعني كيلة جرجلين عليها كيلة فاكهة، يعني كان باش نعمل طل جرجلين باش نعمل عليه طل فاكهة، وإلا كيلو جرجلين نعمل عليه كيلو فاكهة. حسلوني هنا عندي الحكايات وتم شوف كيفاش. باش ناخذ نقل توا البفليوة واللوز، هذا يزر الججلين بعد ما رحيته هو والفاكية، عشان بتاعه نصب فيهم شوية بشوية. وهني عملت زوز كيسين سكر وزوز كيسين مي، خليتهم يغليوا يكونوا هكا السكر جاري ماهوش خاثر برشا، باش من بعد ما الزرير ما يبسش. نبدا نحطه بشوية بشوية.
من بعد ما ثرت بالكدي الزرير كما قاعدين نشوفوا قاعده نثرد فيه، كيما نثرد العصيده بالضبط زدت عليه 100 غرام زبده. زبده كنت البارح يعني مش نعمل الزريره ذوبتها وصفيتها، نحيت منها كل الحليب. الزبده لازم تكون الزبده يا العربيه الزبده الباديه مش مارغرين. ذوبتها ومن بعد صفيتها، نحيت منها كل الحليب باش الزرير يصبر لي اكثر، وزدتها في الاخر وزدت يمكن 5 مغارف ولا 6 مغارف كبار عسل. وكهو هذا ايش حطيت فيه الزرير، ان شاء الله يعجبكم. يجي بنين على الاخر، راهو البنات ما شاء الله والله جي بنين يهبل. بالنسبه للعسل اللي عندي كنتتي عسل، لكن كي نحط عسل كهو يجيني يابس شوية. من عارش كان عندكم فكرة ولا لي هكا علاش حطيت فيه شوية شحور وغليته في شحور باش يجي هكا رطيب. كيما عملنا ولا كيما تاع الساب كيفو كيفو ايه كيفو الناس فيك حتى على السمين وقتها وبنده وضع الزرير بعد ما ارتاح يمكن ساعة ولا ساعتين برد أنا يقعد جاري ما يقعدش ما يبديش يابس، لازم يكون جاري شوية بعد كي يطفيوا عليهم بعد يولي هيك جاني غامق شوية لخاطر حطيت فيه الأكثر اللوز راني حاطة فيه الأكثر من جلجلان، اللوز أكثر من جلجلان جي هيك لونه غامق شوية كنت راه فيه. نحط لكم تو في كيس خلطت زادة البسيسة تاو نحطها لكم في فيديو وحدها البسيسة كيفاش خلطتها وكيفاش عملتها. خلطتها كما قلت لكم بالفاكهة والشامية كل شيء باش نزينها، والله يزينها مانيش عارفة باش نزينها. وهذه البسيسة بعد ما زيناها، ما عرفتش كيفاش باش نزينها الحقيقة. انا هيك حالة سامبل وكهو تاو نحط لكم الطريقة متاع تخليطها في فيديو وحده. وهذه الزرير اللي عملناه مع بعضنا وان شاء الله الفيديو يعجبكم. وهيك نوصل بكم لاخر الفيديو، وان شاء الله الفيديو متاع اليوم يعجبكم.
وما تنسونيش في اللايك، حطوا لي برشا لايك باش الفيديو يطلع للناس اخرين والقناه دي تكبر وتكبر. تو ما بقى لي كان باش نقول لكم بالسلامه.